لقد قمت بتقديم عدة عروض عن المقياس اللوغاريتمي، وأيضا لسوء الحظ حصل العديد من الهزات الأرضية في هذا العالم، لذا أعتقد بأنني سأقدم عرضا حول مقياس ريختر، وهو طريقة لقياس مقدار الهزة الأرضية. حتى أكون واضحا، رغم أننا اعتبرنا مقياس ريختر كطريقة لقياس مقدار الهزات الأرضية، الآن الشيء الذي سنستخدمه هو مقياس درجة العزم، والسبب الذي يجعل معظم الناس يضعون فوارق كبيرة بين الاثنين هو أن مقياس درجة العزم كان يعاير بمقياس ريختر، ولهذا السبب انتقلنا لمقياس درجة العزم، حيث أن مقياس ريختر يبدأ حسابه من درجة الهزة الأرضية التي تبدأ قوتها من 7 درجات، وقد أعطانا طريقة أفضل لقياس الأشياء التي تكون أعلى من 7 درجات. إذن هذه صورة لتشارلز ريختر وقد توفي، لكنها من مقابلة قام بإجرائها، وهي ممتعة لأنها توضح كيف اخترع مقياس ريختر. لقد وجدت بحثا كتبه البروفيسور كيوا داتي من اليابان، حيث قارن الهزات الأرضية الكبيرة من خلال تعيين حركة الأرض بأعلى نسبة مقارنة بالبؤرة الزلزالية. وهذا البروفيسور كيوا داتي، يمكنك أن تتخيل، وضع تعيينا كهذا، حيث أن هذه المسافة، فإذا كان هناك هزة أرضية في مكان ما، فأنت لا تكون جالسا دائما في البؤرة الزلزالية لكي تستطيع قياسه. ربما كنت تجلس هنا، أنت في الواقع تقيس مواقع ربما تبعد عنه، إنه ينظر إلى أي مدى كان مركز القياس، ومن ثم ينظر إلى حركة الأرض على محطة القياس. إذن هذه ستكون هزة أرضية في مكان ما، دعونا نفترض أنها هزة أرضية متوسطة نسبيا، هذه ستكون هزة أرضية ضعيفة لأننا نكون قريبين من الهزة الأرضية، ولا زالت لا تحرك الأرض بشكل كبير، أعني أن هذا المقدار، هذا المحور يوضح المقدار، كم مقدار تحرك سطح الأرض. ثم على سبيل المثال هذه ستكون هزة أرضية قوية. قال تشارلز ريختر، قال في المقابلة: لقد جربت إجراء مشابها للمحطة، لكن المجال بين المقدار الأعلى والأقل يبدو كبيرا. ما يقوله أنه عندما حاول تعيينه كما فعل البروفيسور واداتي، وجد أن حسنا يمكنك أن تحصل على بعض الهزات الأرضية التي يمكنك تعيينها، لكن لا مشكلة في كيفية إنشاء مقياس خطي، لا يهم كيف تضع مقياسا خطيا هنا، إذا أردتم أي حل هنا فإن أقوى هزة أرضية ستخرج خارج الرسوم البيانية. أقوى الهزات الأرضية ربما عليك أن تبدأ بتعيينها هنا أو هنا، أو ربما أنها لا تتناسب مع الصفحة. لذلك يقول دكتور بينو غوتنبرغ، وجميعهم كانوا يعملون في كولتك عندما اخترعوا مقياس ريختر، دكتور بينو غوتنبرغ أوجد لاحقا الافتراض العلمي، وأنا لست متأكدا تماما ماذا يعني عندما يقول أنها كانت أدوات جهنمية لتعيين السعة لوغاريتميا. قد كنت محظوظا لأن التعيينات اللوغاريتمية عبارة عن أداة جهنمية. إنني أفترض أنه يعني أنها سحرية، حيث أنه يمكنك أن تأخذ هذه الأشياء كلها بمجملها، حيث أنك تريد الحل أن يكون هنا، أو تريد أن تكون قادرا على أن تحدد الفرق بين هذه الهزات الأرضية الضعيفة، لكنك بنفس الوقت تريد أن تكون قادرا على أن تفرقهم على الهزات الأرضية القوية. أعتقد أنه اعتبرهم كأداة سحرية، ونقول أنه قد عينهم على مقياس لوغاريتمي. ما كان يقوله هو أخذ لوغاريتم مقدار كل واحدة من هذه الهزات الأرضية. إذا كنت تقيس الهزات الأرضية ربما على السيزموغراف، وهذا قبل وقوع الهزة الأرضية، ثم تضرب الهزة الأرضية، ومن ثم تتوقف الهزة الأرضية، وبعدها تقيس مقدار الهزة. إذا قمت بتعيينهم خطيا ستواجه المشكلة التي رآها، وإذا حاولت تعيينهم بالطريقة التي اتبعها البروفيسور واداتي فستواجه تلك المشكلة.
لكن ما فعله هو أنه يقيس هذا الآن ويعين اللوغاريتم، وما يحدث هو أنك تحصل على قياس قد تم تعيينه، أو أنك تحصل على قياس لوغاريتمي، هذا بكلمات أخرى. لكن ما أريدكم أن تفعلوه في هذا العرض هو أن تفكروا بالشيء الضمني الذي يمتلكه مقدار الهزات الأرضية، بشكل خاص بعض من الهزات الأرضية التي واجهناها مؤخراً. إذا هذه هزة أرضية حدثت في 23 آب في الساحل الشرقي في الولايات المتحدة، ولم تكن بتلك القوة، وكانت 5.8 بالعشرة. لم تكن هزة أرضية بسيطة حيث كان بإمكانك أن تشعر بها، إنها عبارة عن تحرك ويمكنها أن تسبب بعض الدمار البسيط، لكن سبب أنه يمكننا أن نشعر بها هو لأنها حدثت في جزء من العالم لا يحدث فيه الكثير من الزلازل. لذا دعونا نضع ذلك على القياس، سأنزل إلى الأسفل هنا وسأضع القياس هنا، ودعونا نضعه على 5.8 بالعشرة. إذا قمت بتحريك مقعدك بقوة إلى حد ما، فلربما هذا سيساعدكم لتعرفوا كيف يبدو الشعور في أعلى الهزة الأرضية. هذا زلزال الساحل الشرقي في 2011، وربما أن أكثر الهزات الأرضية شهرة في الولايات المتحدة هي الهزة التي ظهرت في لوما بريتا هنا على بعد 40 أو 50 ميل جنوب سان فرانسيسكو، وهذا الدمار حدث في سان فرانسيسكو، وقد انهار طريق سريع هنا، وكل هذه المساحة أصبحت جميلة بعد إزالة هذا الطريق السريع. لكن يمكنكم أن تتخيلوا كم بلغت قوته، حيث كان بإمكانه أن يسبب هذا النوع من الدمار. لكن تلك الهزة الأرضية استنادا إلى كيفية قياسك لها بلغ مقدارها 7، إذا تلك الهزة الأرضية كان قياسها 7، ولنسمي هذا 7. دعونا نفعل ذلك بلون يمكنكم رؤيته. إذا تلك هي الهزة الأرضية والتي كانت 7. لوما بريتا حدثت في خليج سان فرانسيسكو، وتلك الهزة الأرضية كانت في الواقع قد حدثت قبل سلسلة العام 1989. ثم في 2011 حدثت هزة أرضية مفاجئة في اليابان، زلزال طوكيو هنا. هذه الدائرة توضح مقدار الهزة الأرضية، كانت بقرب ساحل اليابان. كل هذا حدث بعد الهزة، والدمار الذي خلفته كان سببا لوقوع تسونامي، والدمار الذي حصل لمحطة فوكوشيما لتوليد الطاقة النووية حسنا كان مقداره 8.9 بالعشرة أو 9. من أجل التبسيط دعونا نعتبره 9، هذا 6 تقريبا، وهذا سيكون 7، وثمانية تكون هنا تقريبا. إذا 9 تقع هنا، وهذا حدث في اليابان في 2011، الهزة الأرضية التي حدثت في اليابان. وأقوى هزة أرضية تم تسجيلها كان زلزال تشيلي في عام 1960، وكانت قوته 9.5 بالعشرة. إذا 9.5 بالعشرة تقع هنا. وهذا زلزال عام 1960 في تشيلي، وحتى يكون ذا معنى أنتم تعلمون أنه عندما تنظرون إلى هذا، إذا كان هذا قياس خطي ستقولون أن هزة تشيلي الأرضية كانت ضعف مقدار السوء بالنسبة لهزة الساحل الشرقي، وهذا لا يبدو بذلك السوء. إذا لم تدركوا أنه مقياس خطي، إنه مقياس لوغاريتمي، والطريقة التي تفسر بها هي أن تفكر في كيف أن عدة قوى مرفوعة للعشرة لهذه الهزات الأرضية تختلف عن بعضها. يمكنك أن تعتبر هذه كقوة لعشرة، فإذا أخذتم ننتقل من 5.8 بالعشرة إلى 7،
والفرق هنا هو 1 و2 بالعشرة، لكن تذكروا أن هذا قياس لوغاريتمي. وأحفزكم أن تشاهدوا العروض التي قدمتها على القياس اللوغاريتمي. في القياس اللوغاريتمي المسافة الثابتة ليست مقدار محدد من الحركة أو التغير على القياس، إنها ليست مسافة خطية، إنها في الواقع عامل قياسي، ونحن لا نقيس بمقدار 1 و2 بالعشرة هنا. بل نقيس بمقدار 10 مرفوعة للقوة 1 و2 بالعشرة، هذا ضرب 10 مرفوعة للقوة 1 و2 بالعشرة. دعوني أستخرج الآلة الحاسبة ودعونا نجد الناتج. يمكنك أن تتخيل كم سيكون. ثم لدينا 10 مرفوعة للقوة 1 و2 بالعشرة، إذن سيكون، دعونا نفعل ذلك، يساوي 15 و8 بالعشرة، ويساوي تقريبا 16. مهما كان مقدار الاهتزاز فسيكون محسوبا فقط في الساحل الشرقي، وربما بعض منكم من يشاهد هذا العرض قد شعر به. زلزال لوما بريتا كان 16 ضرب، دعوني أكتب هذا، إنه 16 ضرب الأقوى من الذي حدث في الساحل الشرقي. إنه فرق شاسع، يكفي أنه قد أحدث بعض الدمار، وهذا الاهتزاز كما تعلمون على قياس جيد. تخيلوا 16 ضرب اهتزاز بمقدار كبير، وكم كمية الدمار الذي سيخلفه. لقد قابلت مراسلة صحفية أخبرتني أنها كانت في الفناء الخلفي لمنزلها أثناء زلزال لوما بريتا، أي ليست بعيدة. وقالت كانت السيارات جميعها تقفز لأعلى وأسفل، كانت هزة أرضية هائلة. الآن دعونا نفكر بالهزة الأرضية اليابانية، يمكننا أن نفكر بكم مقدار قوتها مقارنة بلوما بريتا. إذن تذكروا أنتم تعلمون أن هذا عبارة عن 10 للقوة 2 ضرب الأقوى. ونحن نعلم كيفية إيجاد ذلك، 10 للقوة 2 تساوي 100. إذا لذلك كانت السيارات تقفز لأعلى ولأسفل خلال زلزال لوما بريتا. زلزال اليابان كان 100 ضرب الأقوى من لوما بريتا. وإذا قارنتموه بهزة الساحل الشرقي ستكون 1600 ضرب زلزال الساحل الشرقي الذي حدث في آب في عام 2011. هزة أرضية هائلة. وحتى نحصل على معنى لمقدار قوة زلزال تشيلي الذي حدث في 1960، ويوجد نواتج جذابة لزلزال اليابان. لقد قدر أن اليابان بفعل مسار الهزة الأرضية هبطت بمقدار 13 قدم. هذا شيء يوضح الشكل الحالي لجزيرة ضخمة، وفي أعلاه قدر ذلك بفعل الاهتزاز والتشوهات التي حدثت للأرض بفعل ذلك الاهتزاز، بحيث أصبح اليوم على الأرض أقصر بمقدار 1,000,000 في الثانية أو أعلى من 1,000,000 بقليل. ربما تقول أنه مجرد 1,000,000 في الثانية، لكن أقول انظروا، لقد غير اليوم على الأرض الشيء الأساسي، وهو في الواقع مهم عندما يرسل الأشخاص شيء إلى الفضاء وتحقيقات عن المريخ. إنه باستطاعتهم أن يعرفوا أن اليوم قد قل بمقدار 1,000,000 في الثانية. كانت هذه هزة هائلة. زلزال تشيلي سيكون 10 مرفوعة للقوة 5 بالعشرة ضرب الأقوى من ذلك، لذا دعوني أستخرج الآلة الحاسبة. يمكنكم اعتباره كالجذر التربيعي لعشرة، إذن 10 مرفوعة للقوة 5 بالعشرة يعادل 10 مرفوعة للقوة 1 على 2، ما يعادل الجذر التربيعي لعشرة، أي يساوي 3 و16. إذن أقوى هزة أرضية تم تسجيلها 3 و16 ضرب الأقوى من زلزال اليابان، أي الهزة التي قللت من جزء اليوم، والهزة التي أسقطت اليابان بمقدار 13 قدم.
وكانت إذا أردتم أن تقارنوها بزلزال الساحل الشرقي فستكون 5000 ضرب الأقوى. حسنا، لقد كانت هزة أرضية هائلة جدا. أولا أتمنى أن هذا أعطاكم معنى لما هو مقياس ريختر، وأعطاكم أيضا معنى لمقدار عظمة أي من هذه الهزات الأرضية الهائلة جدا. ويمكنكم أيضا أن تقدروا ما كان يشغل بال تشارلز ريختر. إذا أردتم أن تعينوا جميع هذه على نفس التعيين الخطي فعليكم أن تضعوا 5000 على طول محور أبعد من هذه التي تضعونها هنا. هذه بحد ذاتها تعتبر هزة أرضية كبيرة، ستكون 5000 ضرب أبعد من بعض الهزات الأرضية.